كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كما كتشوفوا حنايا كنديروا واحد الاستعدادات كل حنا كنديروا لونطريمون كل سيمانه بحكم البعد وحكم الميزانيه ديال اي واحد ما كنقدروش نتجمعوا كامل كل نهار ولا كل سيمانه. حنا كنترينوا كل اثنين بكازا مع الرباط بحكم المدن القريبه باش كنوجدوا الاستعداد ديالنا للكاس الافريقيه اللي ان شاء الله تكون في اواخر شهر ماي. كما كتعرفوا ان الجمعيه المغربيه قصه القائمه كتعاني واحد المعاناه شديده حتى المنتخب المغربي انني بحكم الترونسبور بحكم المبيت. حنا كما كتشوفوا هذ اللاعبين اللي الورائي انا 40 عضو ولا 40 لاعب كنباتوا في منزل واحد كناكلوا كاملين في طابور كاملين. حنا الحمد لله كنكوتيزاو بعضياتنا ما عندناش شي دعم مادي لهذا المنتخب ولا الجمعيه اللي باش نديروا واحد الاستعدادات مزيانين. وحنا الحمد لله كنلعبوا على وديت الرايه المغربيه. حنا ما كنلعبوش على وديت شي واحد ولا كنلعبوا على وديت انسان ولا حنا كنلعبوا على وديت الوطن ديالنا. وكنتمناو من المسؤولين يشوفوا هذه الفئه هذه راه هذا لا فبالنسبه يعني للعنايه حنا كنشتغلوا ليل نهار اننا كن على تواصل دائم مع المنتخبات الاجنبيه في امريكا اللاتينيه وفي اوروبا. فحنا كنجيبوا يعني مادام حنا على تواصل دائم الا وكان شرفوا المملكه المغربيه يعني كنقول لهم حنا عندنا منتخب حنا عندنا يعني كنتدربوا حنا عندنا برنامج ديالنا باش نبين واحد الفئه مهمه في المجتمع المغربي. فالعنايه صراحه ما يعني بنقولها بصريح العباره ان يعني ما كاين حتى شي عنايه الا مثلا ملي كنجيبوا شي دعوه كيتوفر لنا تذاكر ديال الطيران ولا غير يعني كتجيبوا غير تذاكر الطيران لا يعني كن فهمتي كاين غير تذاكر الطيران لا غير شنو المطالب اللي عندكم في الساعه. فمطالب بالنسبه للفئه ديال القصه القامه والمنتخب المغربي لكره القدم القصه القامه هو انه يعني حنايا كنديبلاصاو من المغرب كامل. كاين اللي كيجي من الجنوب ديال المغرب كاين اللي كيجي من شمال المغرب كاين اللي كيجي من الشرق كيجي المدينه الطريبات يعني كل شهر ولا كل خمسه ديال السيمانات كنجيو. فالدراري اغلبيتهم كيقراو واغلبيتهم عاوتاني ما خدامينش. فمايمكنش انا كل واحد يعني نقول لي مثلا اجيب مثلا من قلميم كل سيمانه خاصو على الاقل واحد 300 درهم ولا 400 درهم غير ديال الترونسبور. كنتجمعوا في دار وحده كنتجمع 40 واحد في دار وحده يعني باش ديبلاصا غير من الدار لهنايا التيرن اللي كنترينيو فيه خص مصاريف كثيره. فكاين العديد من المنتخبات يعني اللي عندهم العنايه التامه. كاين المنتخب الاسباني لكره القدم القصه القامه كاين المنتخب الارجنتيني هادو تلاقيناهم يعني وعرفنا يعني شنو عندهم يعني عندهم السوسيال يعني عندهم التطبيب فابور عندهم التنقل فابور عندهم الترين فابور كاين عناية تامة. فأنا من وجهة نظري وبصفتي ناطق رسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم القصة القامة أي واحد أي لاعب كيجي كيديبلاصا للتدارب وأي لاعب أي لاعب يعني يعني كيحس بأنه كيمثل المملكة المغربية وكيلعب على الدرابو من حقه تكون عنده واحد القيمة كبيرة من حقه تكون عنده واحد يعني واحد المدخول شهري. ما حنا ما تنطلبوش انه يكون مدخول كبير ولا هذا يكون مدخول شهري غير باش يهز راسو يتحمل مصاريف ما يكونش هو عناء على قبل دارهم. يعني الا كنا حنا كنمشيو نمثلوا مثلا المملكه المغربيه في دوله الارجنتين في قاره كنمثلوا احسن تمثيل كيتوفروا لنا لي مويان لوجيستيك الطيارات وهذه ولكن باش ما يكونش عنده واحد المدخول يعني بحد ذاتها يعني كنحسوا بواحد النقص كبير صراحه. بالفعل انا عندي ثلاثه ديال الاشهر الان وانا مع المنتخب الوطني لقصة القامه كنوجدوا التظاهرات اللي جايين اللي منها كاس افريقيا ان شاء الله اللي غتكون مورا رمضان ان شاء الله مباشره وكوبا امريكا اللي غتكون في دوله البيرو في شهر اكتوبر. بالنسبه للمنتخب الوطني منين جيت انايا كنشوفوا ان كاين انعدام الامكانيات ما كايناش يعني ضروري انك خاصك دير المجهود ديالك الشخصي الا بغيتي توصل لواحد الهدف اللي كتبحث عليه
وكاين المشكل ديال ارضيه الملعب، حيت الدوريات كامله اللي كيلعبوا فيها المنتخبات ديال قصه القامه كتكون في القاعه المغطاه، وحنا الان كندربوا في العشب الصناعي اللي هو كيشكل ضرر على اللاعبين ديالنا. كنطلب من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ولا وزاره الشباب والرياضه باش تهتم شويه بهذه الفئه ديال قصه القامه، وتلقى ان شاء الله شي حلول اليوم من هنا للايام المقبله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.